نحن خريجي المدرسة العليا للأساتذة، تخصص فرنسية ابتدائي. لقد تم تعيين 28 متخرج من أصل 52 متخرج، وبقي 23 متخرج بدون توظيف، ونحن نطالب بتوظيفنا لأن العقد يضمن لنا منصب بعد التخرج مباشرة. احنا خريجين المدرسة العليا للأساتذة لغة فرنسية في الدور الابتدائي، مهملين مهمشين، ما جاو هضروا معنا المسؤولين، ما خلونا نوصل للمسؤولين، ما عطاونا حل، بقينا نجيو لهن نبقاو في الشمس مريحين ونتلقاو غير من غير الإهمال فقط، كل واحد يكذب علينا وباه ما نديروه مش حس برك الداخل، بصح ما حبناش يوصلوا يعطونا وعد، وعد ملموس وكتاش يعينونا وكتاش حنا قرينا 3 سنين وسنينا هذه الكونترا في 2014، كي سنينا حنا الكونترا سنينا باه التنصيب يكون فوري هكذا المدرسة العليا وحساب العنوان الشخصي يعني في الولاية تاعك منين قريب، بصح ما لقينا حتى حاجة من هذه الوعود.